يبدو أن هناك خلل في تواصل مع مقام الرمادي إبراهيم الجنابي، إذن سيكون معنا خلال هذه النشرة مرة أخرى. في آخر إحصائية بإصابات كورونا حول العالم، تجاوزت أعداد المصابين بالفيروس عتبة 20 مليوناً، وذكرت الإحصائية أن إجمالي الإصابات الكلي بلغ 20,173,775 إصابة، مبينا أن عدد المتماثلين للشفاء اقترب من 13 مليوناً، فيما بلغ عدد الوفيات 736,300 حالة وفاة بالوباء.